أنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سبحانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أهلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يا الإمر وين دعالة أدونك مال والبو أتك جوكتان كسو دوادة ورباهنتي نيكوب هاودي Southern Media Corporation أو لوسو غابية SMC وحانو أكولا نيهادة inaan idiin sheegno barta lagu xasuuqi rabo baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed awada waxaan rajaynaynaa inaan caawin doono baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed iyagu baarlamaano adinku nooma ogidiin laakiin hadaan nahay barta baahda warbaahinta SMC waan idin caawinaynaa shirqoolo la idin dhigay ayaanu sheegaynaa وحان لغا يابا إن أفكينا إلهي ويدكو بدباديو ويدعي كريسا رب العالمين وحولبو كري كرا لكن عاو وحان ربا إنان إذن عاويو وحان سكور مرايا قد كجلعو وهذا معنيه النيسا ما هتسلاد او كتليو عروريه مساكين تصوماليات ايه لغا بوح شيء mid kasto wadada maray inta la soo qabtay baa la yiri shabaab ba tahay qarkood lacag aanay dhiibi karin baa dusha laga saaray
وانا لا قراعه كورنتنا وي كو جرتا وحلا يابلي لكن ان لا يابن هي حتى ددكاسي وحي كو جرا فيريا ويل دغمدا بور هكبا هويغا اقونتا جيسكا افريكا شباب لغلا سو عراري والدكيسو شباب اي كلا سو عرارين حمر اي كينين يا ايا حتى كجرا وضد اساغو مراي انت لا قبتي حدا كولا جرا وانا ودا سداسي بقولكي بسغاشن اي سغال دبيع سغال ددكا مانتا غدكا جلعو كجرا وحا وي وا عرورتيني او دنبي ان لهين ومد الصوماليين وحا ربنا اني كو براروك سنادان والدين تا عرورتاسي لغا حرينا اوود اي كسو ديستان مالي ميل اي امران ما قرانيان قف دنير اه او عنو المي سي بريس ورعتنا اي كورن المي انتا لقبتو قد كجلع ودي لغي شاشدنا او كاركو وعال شباب اما با ان لطو سيمبا حمر وحاسا كسعودا ماشان دولد نما مطال فيلا صوماليا نظام كهدا كجرا والله جهلواي sida wax loo baarana ma yaqaanaan saraakiisha way iska garaacayaan iyagaaba shabaab ah bal islaam allow madaxtooyadii soomaaliya dadka shabaab soo gashaday cali dheera xamar jooga way is og yihiin damu jadiid haddana masaakiintii eber wallaahi miska la fuula miskiin baa iska leh been ma ahan miskiin mar walba 12 bud baa loo wataa qof walba miskiin uu rabaa inuu ku digto uu baabi'iyo marka godkaasi jilcuu saasuu u buuxaa ogaada waalidiin badanow ilmiin haddaa weysaan iyagoo iskool aaday ama iyagoo macnaha adeeg aad u dirsateen ama qaraab doontay ama caseeyo ah waxaad doontid ku sheeg godkaasi jilcuu ka day ilmihii waa la ururiyey waa la dulmiyey shacabkii way qodob kaasi waxaan rabaa inaan ka gudbo baarlamaanka Soomaaliya ayaan u soo galay hadda laakiin ogeysiisan ka hormaraya kale dadka Soomaalida ah ee doonaya in codkoodu ay ka dhiibtaan studiyahan SMC oo codadka soo dirsanaya lambarka furan ee macallinka lugeeya WhatsApp-ka waxaan diyaar u nahay codadkiin inaan sii dayno haddaad mucaarad tahay iyo haddaad muxaafid tahay codkaaga waa lagu sii daynayaa ogeysiis waay لكن هو إن هل دقيقة أو نقطة هذا الكاجو إس صارن أو نظيفة نظيف وإنه يهي قرع عن كجرين يجوح وإن هل دقيقة أو يهي هذه وبطة دقيقة يبر محايا لوقت جوا قالي وقت جاجنا إن إلى لينه كاننا أن إلى لينه دم بان وجود الشتاء مركا معارض إيه محافظنا ما لقي يابو إن ماركي سي أن كلا صعنا ودينينا لكن دقيقة دقيقة إيه بره الضو كبطو ما دينينا النواجح حماننا أدي والد كي أصدر حتى ملو دينا دقيقة إيه بره وحي كبطن دقيقة أما دقيقة إيه بر ورك الضدك وجدد ألا دا وكود ديخسين كرتا أنجنا وكود دينينا كو نظيف إنو يهي لابو إنو سنقرر رعي وحي سنكجرين صدح إن دقيقة ويهاي أما دقيقة يبرد معارض يا محافظ كاد دون تد نقو ديار بوكو يهاي استوديا اس ام سي انو عود كاقا السي داي وحي انتا سي كبضان هدان دي وين هن ايدينا ما دينا هنا وقت او ماهين رالي اهادنا بارلمان كفدرال كصوماليا بارلمان كصوماليا waxaa lagu leeyin rabaa warka aan ku hadlayno waa war sirdoon waay la yiri ma ahan waa war sirdoon oo dhamaystiran waa is sar goobta lagu dhamayn rabaa bas aan ku sheegaa baarlamaanka in la dhamayn rabaa isagaa dareemay ba dhawaaqayso ma uu dareemay way laakiin anaga hadda waxaan sheegaynaa meesha lagu dhamayn rabo sida la qorsheeyay haddii life-keena isbeddel aanu ku imaanin isla markaana macnaheedu ilaahay aanu ku badbaadin dibna aan loo dhigin barta loo yaqaano SYL checkpoint yaalla
checkpointiga SYL yaala haduu jiro checkpoint SYL madaxtooyada marka la galaayo Villa Somalia baarlamaanka bartaas la rabaa in lagu dhameeyo wulibana waa face 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 ka ugu horeeya ugu yaraan 20 qof in la dilo waa waqtiga la leenayo sida qorshaha ku dhigan damu jadiid ay u qoreen waa bisha December gudaheeda oo hadda aan ku jirno oo 4 ay tahay 2022 bishan gudaheeda in ay dhameeyaan walibana dhacdada ugu horeysa hadaan wax isbedelin toddobaad gudahiisi inay bilaabato madaxtooyo baarlamaanka badana waxay ka galaan labaan u malaynaa laba irid ama laba wado waa middan tiyaatarka iyo middan ma arkaysay sayid kamiyaan dayax haddaan sawir yar aan siino ummadda soomaaliyeed ee juquraafiga iyo qaabka baarlamaanka loo leynayo sida hadda qorshaysan waay iyo macnii madaxtooyada iyo hareereeda haddaan wax yar juquraafi aan dhiibno baarlamaanka hotel dayax hotel la yidhaahdo waan rajaynayo sayidka macnii uu u dhexeeyo iyo intaan la soo gaarin ayaa horta macnii la safaa oo baaritaanka uu ka bilowdaa qorshuhu waxa weeye marka in la ururiyo baarlamaanka marka ay soo aadayaan madaxtooyada ama shir ay leeyihiin in la ururiyo oo checkpointiga lagu ururiyo marka checkpointiga lagu ururiyo siiba SYL baa ku dhigan saacad ama saacad iyo bar in la haysto haddaba waa la haystaa marka la baarayo xildhibaan kasta intuu yimaado lama soo gudbiyo xildhibaanada meesha la joojiyaa halhal baa loo soo dejiyaa ay dhikaarada laga kontaroolaa macnihii xasaanadda uu haayo wax ka baxsanaa xataa lagula dhaqmaa iyagaa baarlamaan ka sheegayay qaar baa la sawirtay iyagaa dhahayay laakiin aniga shaxdan idiin sheegaa saacad ama saacad iyo bar ugu yaraan in la haysto waana say tahay waa la haystaaba markay galayaan waa la baaraa waa la ururiyaa baabuur safraysa oo kolonyo oo kale ayaa loo ururiyaa baabuurtooda markay soo ururaan xildhibaanada meel la isugu geeyo checkpointiga waa lagu kontaroola la yidhaahdo dabada dambe dhinac ma ahan gees ma ahan dabada dambe waardiye kama saarna dabada dambe baabuur baa laga soo gelinayaa oo weliba baabuurta raaxada ah oo hadda diyaarsan oo saarif ay ku jirto saarifyaha ku jira ogaada baabuurtaasa ad macnii baabuurta inay diyaarsan yihiin ani maalmo horaan sheegaayay baabuur baa xamar lagu diyaariyey baabuurta qaraxyada waaweyn yar yarka waa la diyaariyey already baabuurtaasi qaraxyada ah waxaa daba jooga rag dhammaystirayaal ah qaraxa markuu dhaco macnihii wixii fiiga dhammaystiraaya xildhibaanada marka horey loogama imaan doono haddii wax aan isbedelin iyagoo saf ku jira oo tuuran gadaal baa looga imaan doonaa dhinac loogama imaanayo dhinac kale loogama imaanayo horey loogama imaanayo meesha checkpointiga laakiin dhabarka dambey baabuur kaga imaan doontaa sida qorshaysan oo qarxinaya marka xildhibaanada qaraxyada markay dhacaan markay ugu yartahay laba gaari baa deg deg u qarxaya markay ugu yartahay duwe ama way ka badan yihiin xildhibaanadana ee weliba kuwa bartilmaameed ah safka ugu horeeya kuwa bartilmaameed khaas ah aniga hebel inaan ku dhaho waqti uma hayo in badanaan ku daldalmahay soomaan xildhibaanadan kuwa bartilmaameed ah waa bishan December gudaheeda faceka ugu horeeyana toddobaad gudihiisi in uu bilowdo leynta waxaana lagu tirtiri doonaa kii roos ka dhacay kana lagu tirtirayaa hawsha saasay ku socon baarlamaan lama rabo intaas waxaa sii dheer checkpointigaasi keliya laguma leynayo sida qorshaysan hoteelladana dad baa loo diyaariyey iyo qaraxyo dad suuman wata iyo dad
baabuuro qaraxyo diyaar ah iyo dad offensive sameynayo oo galaya sidii hotel Ross oo kale ayaa u diyaarsan hotelka hotelada. Marka qaraxaan uu dhaco hotelada, macnaheedu aan dhilaa checkpointiga markuu dhaco, qorshaha waxa weeye isla markii in lagu daba qabto weerarka hoteeladana. Macnaheedu tusaale ahaan 10 subaxnimo oo kale qaraxa dhacay, isla qaraxa markuu dhaco in co-accident laga dhigo, hoteeladana macnihii la galo oo ma arkaysa macnihii kuwan inta lagu laayo hoteeladana macnihii lagu weeraro, habeennimo ha noqoto, habeenka marka la gaaro iyadoo tan lagu mashquulsan yahay, haddana inta buka laga siiyo iyaday macnihii sida qorshaysan waa anay sheegistaan lay. Marka baarlamaanka Soomaaliyeed nafta allaa gooya, idinkana wax waa dareenteen. Ani hadda waxaan ku caddaynayaa madaxtooyada Soomaaliya waxaa jooga Al-Shabaab hadda. waxaan ku caddayn karaa Villa Soomaaliya hadda qaraxa yaal. Haddii checkpointigaasi lagu dhufto, baarlamaankana rag in la soo geliyaa la rabaa haraadiga, ama ma arkaysa wixii la dhammaystiri karo, meeshoo dhan bloomka ay noqoto. Qorshahaasi waa kuu sheegay, Ilaahay wuu baajin karaa, afkeennana wuu ku baajin karaa. Waan idiin dignay, sidaasay wax yihiin. Guddoonkiinii baarlamaanka Aadan Madoobena lacaguu qaatay mooshinada aad rabtaan inaad qabataan ma ka sugaysaan, inaadsan dullaysaan waa gooni. Ajandayaasha aad rabtaan xukuumadda la xisaabtanka, sheekadaas xalay soo dhammaatay, iska ilaaba. Aadan Madoobe iyo Xasan Sheekh Maxamuud xalay dhammaysteen. Intaasi hadday ku deeqdayna qaado, haddaysan ku deeqinna ha qaadanin. Waxaad tiraahdaa eelay waalan baa sheegay intaasi dheh, laakiin ani mar walba waxaan ku leeyahay idinkana Allah idin badbaadiyo, ummadda Soomaaliyeedna Allah badbaadiyo. Sheekadu waxay taagan tahay hadalkii Cali Maxamed Geedi oo ra-iisul wasaarihii hore Soomaaliya doorashada intaan la gaarin uu dhahay, haddaa qaladaan ogaada waa laydin dhammayn rabaa baarlamaanow. Hadalkaas isaga ah, xaqiiqadiisii muddo kadib naaw haddaan joognaa, ama rumayso ama ha rumaysanin, allahumaa ballaqtu. Sheegis baan leeyahay geeriday taagan tahay geerida.
سيدي 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 سي